طمنيني انت منيحه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منيحه. شلونك حماتي؟ شو اخبارك؟ صباحيه مباركه يا عريس. الله يبارك فيك يا حماتي. بما اننا مجموعين كلياتنا، شو رايكم هيك نكسبكم على فطور ظريف؟ ما انا هيك عامله حسابي، جبت معي فطور، قلت بركي ما في عندكم شي تاكلوه. الله يرضى عليك، خذهم جهزهم. إيه لا ماما ما حلو، خلاص انا بحضر الفطور. لك عدي انت، هو بجهز الفطور. ايه ايه براسي انا بحضركم الفطور. اسمعيني هلا، اجت شي حماتك قبلي وجابت لكم فطور؟ لا، شو بده يجيبها؟ لانه لو بتفهم بالذوق وبالاصول كانت اجت. بس شو بدك تقولي؟ ايه والله لو ما نو قصي مزوق ما كنت بعطيكي لهالعيله. بس انت عنيده عنيده. ماما بحبه، شيني نعمل القصه هلا؟ خلص رح اسكت. بس بتفهمي قصي، يفهم امه الاصول، لازم كانت تجي وتجيب لكم فطور وتطمن عليكم.